لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا على هذا الخير وعلى هذه الطاعة في هذا المكان أن يجمعنا يوم القيامة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قضاء الإنسان ورده إذا فاته من الليل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وقال الألباني صحيح. هذا الحديث عنون له الإمام المنذري رحمه الله بهذا العنوان: الترغيب في قضاء الإنسان ورده من الليل، ورده إذا فاته من الليل. الترغيب في قضاء الإنسان ورده إذا فاته من الليل. هذا عندنا في القرآن أصل له، من يذكره؟ تعويض ما يفوت الإنسان من الخير. إذا فاته شيء من الخير بالليل عوضه بالنهار، إذا فاته بالنهار عوضه بالليل. أين ذكر ذلك في القرآن؟ تفضل. لا، أيوة، أولها بأزبطه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر، يذهب أحدهما فيخلفه الآخر. هكذا أبدا، لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم قال: لمن أراد أن يذكر، أي لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك. ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره وله ورد من الليل أو النهار. انتبه للعبارة الآتية: فمن فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخر، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله. فمن فاته ورده من أحدهما، أحدهما تعود على الضمير ليل والنهار، أدركه في الآخر. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: من فاته عمل في الليل استدركه. هتنام ولا إيه؟ لسه بنقول يا هادي. من فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وفي الصحيح قال رسول الله، احنا في ليلة الجمعة لا يستحب الإكثار من الصلاة على النبي فيها صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رواه مسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله: وإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات النهار، في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض. يعني أحوال القلوب مختلفة، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يعني عندك قدر إناء وفيه ماء واشتد غليانه، تقلب الماء هذا وسرعته قلب العبد أشد تقلبا. وكذلك أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. تخيل كده، ما تبقى ريشة في صحراء مع شدة الريح يحصل لها إيه؟ كذلك قلب العبد. لذلك الإنسان لابد أن يكون منتبها لقلبه، متعاهدا لإيمانه، أيزيد أم ينقص. قال: فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد
ويتكرران ليحدث لهما الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. ولأن أوقات العباد تتكرر بتكرر الليل والنهار، فكما تكررت الأوقات أحدث، أو فكلما تكررت الأوقات أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها. فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس، فلله أتم حمد وأكمله على ذلك. قال قتادة: أدوا الله من أعمالكم خيرا، أدوا الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى آجالهم. مطيتان يعني إيه؟ مطية اللي هي ما يركبه الإنسان كالدابة، فكذلك الليل والنهار كالمطية، يقحمان الناس إلى آجالهم، يعني الليل والنهار بيقربك للإيه؟ للأجل. ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني الصلاة الليلة، يقصد إيه؟ قيام الليل، فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد إيه؟ أن يذكر أو أراد شكورا. والمعنى الذي جاء في الآية يطابق الترجمة التي ذكرها الإمام المنذري رحمه الله، أو الترجمة التي ذكرها أحد أفراد هذه الآية، في أن الإنسان إذا فاته ورده من الليل من صلاة أو تلاوة أو نحوهما، فأمامه فرصة للتعويض، وذلك بأن يأتي به في النهار فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. طب وهذا على ما يدل؟ الإنسان إذا فاته شيء يأتي به ويعوض، هذا يدل على ماذا؟ على أهمية هذا الورد، لأن الشيء الذي ليس له أهمية إذا فات لا يلتفت إليه الإنسان، شيء مش مهم فات مش هتلتفت ليه، لكن شيء مهم إذا فات تبقى أنت حريص اللي أنت تعوضه، معنى كده هذا دليل على أهميته واعتنائه به. فالأشياء المهمة إذا فاتت حرص صاحبها على تعويضها بخلاف ما ليس له أهمية. الثانية، كل دي فوائد انتوا تتفرجوا، خلي بالكم وانا شايف الشباب مش جايبين الكتب وهيبقى لنا حساب ان شاء الله فيما بعد. ثم ان ذلك اعظم اثرا في القلب والنفس. ايه اللي اعظم اثرا في القلب والنفس؟ اعني ايه؟ المداومة وتثبيت الاوراد والمحافظة عليها. يعني انسان يفعل شيئا من الطاعة احيانا ويتركه احيانا، وآخر ولو كان كثيرا، وآخر يفعل طاعة قليلة ولكن يداوم عليها، أيهما أعظم أثرا في النفس والقلب؟ صاحب الطاعة القليلة التي يداوم عليها، يعني واحد بيصلي مثلا 20 ركعة قيام، بيصلي يوم يومين وبعد كده يسيب بقية الأسبوع، واحد بيصلي ركعتين بس كل يوم يداوم عليهم، أيهما أفضل؟ أيهما أحب إلى الله؟ ما الدليل؟ أحب العمل إلى الله ما قال أكثره، وإنما قال أدومه، بس بشرط أدومه، وإن قال يبقى قليل، لكن الشرط الدوام الاستمرار. تعرف حينما تسقط قطرة ماء على صخرة مع المداومة تحدث فيها أثرا، صحيح؟ كذلك الحبل حينما يمرر على الصخر مع المداومة أيضا يحدث إيه؟ أثرا. كذلك النفس والقلب لا تتغير التغير المطلوب إلا بالمداومة على الإيه؟ على الخير وعلى الطاعة. فهذا أعظم أثرا في القلب والنفس، إذ يحدث فيهما التغيير ولو على المدى البعيد. لكن الشباب يستعجلون، الشاب من دول يدخل الالتزام عايز خلال أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة سنة يبقى تغيرت كل حاجة فيه، وده خلل كبير، لأن الزمن جزء من العلاج، لابد أن تصبر. في الإنسان آفات وأمراض تحتاج لوقت حتى يتخلى عنها ويتخلص منها، الأمر يحتاج لوقت، والناس يتفاوتون في ذلك. فالحبل إذا مر على الصخرة أو قطرة الماء إذا سقطت عليها متتابعة كان لها أثر على المدى البعيد، بخلاف الطاعة الكثيرة المتقطعة فإن أثرها يكون ضعيفا.
وهذا القضاء عون على المداومة على الأداء. خد بالك من القاعدة دي، هذا القضاء عون على المداومة على الأداء، اللي هي القاعدة العلماء قالوها إيه؟ القضاء يمنع من التفريط في الأداء. القضاء يعني إيه؟ فعل الطاعة بعد فوات وقتها. معايا ولا سرحت؟ سرحت، أنا جبتك، أنا رجعتك. فعل الطاعة بعد فوات وقتها، يعني مثلا عندك ورد قيام ليل، ظبطت المنبه أو التليفون، لكن مع الشغل والتعب والإرهاق حصل إيه؟ نمت، صحيت الفجر حزين، ماشي كده؟ لا مانع إنسان يحزن إذا فاته شيء من الخير، لكن من علامات صدق هذا الحزن والصدق في ذلك أن يعوض ما فاته في الوقت الممكن، وهو ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. أنت حزين على الورد الذي فاتك، طيب عندك فرصة للتعويض، عندك فرصة للتعويض. فلو أن الإنسان كلما فاته شيء من الورد أتى به، فهذا يمنعه ابتداء من تركه في وقته. مش معايا أنتوا؟ لو أن الإنسان كلما فاته شيء من الطاعة أتى به، هذا يمنعه ابتداء من التفريط فيه. قلت لكم بعض الشباب في مرة رحمه الله ومات قريبا، وهو شاب يعني ما تزوج، ويعني ما شيخ ولا شاب، شاب صغير تخرج من كلية الطب، قعد كم سنة كده وتوفي رحمه الله، وكان يحضر معنا مجالس العلم وحريص على الخير، ادعو له بالرحمة. أخي محمد هذا رحمه الله مرة سألني سؤالا عجيبا، قال لي أنا علي 100 ركعة، أو مش عارف قال 100 وإيه، فاستغربت من السؤال، قلت له إزاي؟ قال لي يعني مرة ركعتين ظهري فاتوني، على ركعتين سنة مغرب، على كذا على كذا، فأنا بقضيهم كل شوية كده ركعتين في ركعتين في ركعتين. الصورة دي طبعا فيها عليها تعليق، لكن أنا بقولش كمشروعية ذلك، أنا ببين لك الحرص اللي عنده، إن الطاعة لما بتفوته بيأيدها ويحسبها وعايز إيه؟ وعايز يجيبها. لكن احنا الصورة الشرعية اللي عندنا الطاعة لما تفوت في ساعتها في الوقت الذي سنه أو شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بعد قليل، لا مانع من أن تأتي بها في بعض الأحيين، ليس كل الطاعات كما سنذكر أيضا إن شاء الله. لذلك قال العلماء الحرص على القضاء يمنع من التفريط في الأداء. لما أنت تبقى عارف أنت حاطط لنفسك جزء قرآن كل يوم، اللي نايم ورا ده وسرحان، حاطط لنفسك إيه؟ جزء قرآن كل يوم، يوم فات تاني يوم هتعمل ايه؟ هيبقوا كام؟ هتلزم نفسك ان الجزئين هيجوا، يبقى انت اصلا ابتداء لما نفسك تراودك هسيب الجزء النهاردة، هتقول لها ايه؟ ما لو سبته النهاردة هجيبه بكرة، هيبقوا 2، لا يبقى اجيبه ايه؟ النهاردة احسن. خدت بالك؟ يبقى الحرص على القضاء بيمنع من التفريط في الايه؟ في الاداء. لما يبقى بصوم 2 وخميس، ففي يوم يعني الايه الواحد يعني ايه نفسه ايه يعني جت على الاكل كده يعني اتدنت شويه، فلا الاكل حلو فايه ها افطر، مش كده؟ فيروح يوم الثلاث يعمل ايه؟ يروح صايم. خدت بالك؟ او مثلا يصوم 4 وخميس او خميس وجمعه عشان يعوض الايه. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى ده ابتداء هيخليه ابتداء لما نفسه تبدأ تزن عليه ما تفطر، طب ما انت ممكن تصومه، طب مش عارف ايه، يقول له لا ما انا لو فطرت النهاردة هعمل ايه؟ هجيبه، لا خلينا نصومه خلاص بكرة ناكل، خليها اليوم الايه، وهكذا. لكن لما هو اصلا نفسه تجيبه على اكلة ولا حاجة فيفطر وما يجيبهوش، يبقى بعد كده هيفطر الخميس ومش هيصوم الاثنين ولا خميس، وخلاص الموضوع راح عليه. وصلت؟ نفس الكلام في سائر الاوراد مما يشرع قضاؤه. من ذلك بقى مما يشرع قضاؤه ايه؟ الاعتكاف. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في إحدى السنوات بسبب اعتكاف النساء، لما طلبت إحدى زوجاته أن تضرب لها قبة فضربت، فعلمت الأخرى فضربت لها قبة، فعلمت الثالثة، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم من الخيمة بتاعته لقى قباب حوالين الخيمة بتاعته، قال ما هذا؟ فأخبر أن هذا لأمهات المؤمنين، فقال آل بر أردن. فاهمين السؤال؟ انتوا ده قال بر اردن، يعني هم جايين لغرض البر، ولا دي شافت دي جات؟ فاهمين؟ نساء يعني امهات المؤمنين رضي الله عنهن لسنا معصومات الغيره. فامر بالقبه فقوضت، والقبب كذلك، ولم يعتكف هذه السنه. فكان ان قضى هذا الاعتكاف فاعتكف في شوال. اعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم. كذلك لما فاتته سنه الظهر قضاها بعد العصر، إنه أتاني وفد بني عبد قيس شغلني عنها،
هذه وقضاها صلى الله عليه وسلم. كذلك لما كان يفوته ورده من الليل يقضيه فيما بين الفجر وصلاة الإيه؟ وصلاة الظهر. وهذا فيه التعليم للأمة والإرشاد لها للانتباه لهذا المعنى المهم. ثم ذكر الإمام المنذري حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو القائل في تعريف الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه؟ تعريف الاستقامة على لسان عمر قال: أن تستقيم على الأمر والنهي. يعني تفعل الأوامر التي أمرك الله بها وتترك تلزم ذلك، تلزم ذلك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. تقول لي يعني ما فيش معاصي؟ لا في، بس إذا وقع الإنسان ووقع معصية عاد بالتوبة وربما عاد أفضل مما كان، لكن لا يصر على المعصية، لا يصر على المعصية. أن تستقيم على الإيه؟ قولوا معايا، على الأمر والنهي. شوف آخر العبارة إيه؟ أيوة حود صح. ولا تروغ روغان الثعالب. عارف الناس الثعالب دول اللي هو أكن عايز يخدع ربنا. ولن تستطيع، يخادعون الله، ها خدت بالك، أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. عمر بن الخطاب هو الذي يروي هذا الحديث رحمك الله، صاحب الهمة العالية والحرص على الخير والاستقامة رضي الله عنه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الحديث فيه في يعني مع ما سبق من الفوائد 5 فوائد كمان، عايز كل واحد من حضراتكم يطلع لنا فائدة. من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وشكلي هختار الناس اللي هي طلبة العلم اللي ما جابوش الكتب عشان أحرجهم شوية، عشان ما ينفعش تحضر الدرس من غير كتاب. أول فايدة تمام، أدي واحد بس دي في الآخر. 2، أدي 2 صح. 3، يسر الشريعة. 4، طب اكتبه. فين كتابك يا ابني اللي ورا؟ ماشي حاضر حاضر، انتوا هتتظبطوا قريب. من نام عن حزبه، من نام. بعض الشباب يرسم لنفسه صورة مثالية انه مثلا يريد، خصوصا بعد ما يبقى راجع او خارج من موسم طاعة زي ما يطلع من رمضان واعتكاف، او يبقى راجع من حجة او من عمرة، يبقى مفكر انه هيرجع ما فيش ايه، ما فيش اخطاء وفيش معاك، خلاص بقى معنا كده. فاول بس يحط رجله في المطار فيلاقي الشاشة الكبيرة اللي عليها مش عارف ايه، ويلاقي الخمرة بتتباع، ويلاقي بس كده ابتسم انت في مصر، عرفت اللي انت دخلت ايه. وشاف بقى المتبرجات وبعض المطارات حتى في المملكة، مطار جدة او غيره، بتلاقي بعض فبعضهم يصاب بالاحباط واليأس، يعني انا حاولت وما فيش فايدة، وممكن يسيب الالتزام بالكلية. وهذا خلل كبير، لأنه غفل عن معنى كل بني آدم خطاء، ومعنى لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى أو ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فإيه فيغفر. هذا معنى مهم جدا تستصحبه في طريق سيرك إلى الله، أنك لست بمعصوم، ستظل خطاء، لكن المطلوب منك أن تكون توابا. يقابل الخطاء بإيه؟ بتواب. ولا يضرك بإذن الله الذنب طالما ندمت عليه وتركته وتبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة وتوبة صادقة. حتى ولو تكرر الذنب فكرر التوبة. يبقى أول فائدة: العبد ضعيف، لا ترسم أو لا تضع لنفسك الصورة المثالية، بل سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. ليه؟ الصورة المثالية هذه تصيب بالإحباط، إنه يبقى عايز صورة مثالية ما فيهاش ذنوب ولا معاصي، مش هتقدر، ستقع في الذنب وتواقع المعصية، لكن داوي ذلك بالاستغفار والتوبة. العبد عرضة للكسل، ولذلك ذكر وبين لنا الشرع دواء ذلك، فمن أصابه شيء من ذلك فلديه فرصة للتعويض. اللي فاته شيء بالنهار يجيبه بالليل، فاته شيء بالليل يجيبه إمتى؟ بالنهار. هذه أول فائدة، من نام في قوله من نام. 2، عن حزبه. حزب يعني إيه؟ ولا نص جزء؟ لا، الحزب اللي هو القدر، القدر من الطاعة، معنى كده؟ يبقى الحزب هو القدر من الطاعة. فهذا اللفظ دليل على مشروعية التحزيب. ما
مشروعية التحزيب. يعني إيه التحزيب؟ أن يكون للإنسان ورد من الطاعة وقدر من العبادة يداوم عليه ولا يتركه. البعض الشاب يسأله: طب أنا بصلي كل يوم 4 ركعات قيام ليل، كده بدعة؟ لأن أنا محدد 4 ركعات. أو واحد تاني يقول: أنا بصلي مثلا 10 ركعات أو ركعتين ما أتركهمش، أو حتى بصلي أنا وزوجتي كل ليلة لازم نصلي ركعتين، هل هذه من لا ليست من البدع؟ لذلك بعض العلماء كان يقول لنا كل واحد منا يفصل الحزب أو الورد على حاله، كل واحد بيفصل الورد أو الحزب على حاله. بمعنى أنت مثلا مجتهد في تلاوة القرآن، فكل يوم على الأقل بتخلص لك 5 أجزاء أو 3 أجزاء. واحد تاني تلاقيه مجتهد في الصيام فبيصوم يوم ويفطر يوم. واحد تالت تلاقيه بياخد له 2-3 ساعات قيام ليل. واحد رابع ملوش في كل ده خالص، يقتصر على الفرائض وقليل من هذه النوافل لكن كثير الصدقة. كل فتح له في باب فأدي فيما فتح لك فيه، وهذا يعين العبد على التميز والإبداع عند الله سبحانه وتعالى، يكون له قدر وشأن عند الله سبحانه وتعالى. لو كان يستطيع أن يأخذ من كل طاعة بحظ وسهم ونصيب فلا مانع، فهذا ربما يكون سابقا إلى الله عز وجل. لكن أن تحدد لك وردا من القرآن كل يوم، مثلا جزء قرآن أو نص جزء، تحدد 2 ركعات قيام، تحدد 3 أيام صيام، 4 أيام صيام إلى غير ذلك، لا مانع، هذا دليل على مشروعية التحزيب. طب كيف كان الصحابة؟ وطبعا ونقول: وأن يحافظ ويداوم على ذلك، وأن هذا ليس بممنوع وليس بدعة. طيب كيف كان الصحابة يحزبون القرآن؟ نعد معايا الأرقام الفردية: 3، 5، 7، 9، 11، 13، بس ثم المفصل. يعني بيختم القرآن كل أسبوع بالصورة دي كده: أول يوم 3 صور، ثاني يوم 5 صور، بعد كده 7، 9، 11، 13، لحد ما يوصل لقاف أو الحجرات. من قفل الحجرات دي في يوم يبقى خلص القرآن كله في كام؟ في أسبوع. طيب وقتي ما يسمحش بكده، خلاص خليهم أسبوعين، مش جاية معايا، خليهم 4، مش جاية، خليهم 40 يوم. وهذا أقصى ما ذكر في الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو: اقرأه في 40، أو اقرأ القرآن كل 40. 40 يعني 40 لا مانع. يبقى تحدد نفسك ورد قرآن، ورد قيام ليل، ورد صيام، ورد ذكر. يقول لك: أنا كل يوم مثلا بستغفر 1000 مرة، بدعة؟ لا مانع. لكن لا تشرع ذلك للناس، نعمل للناس جداول ويقول لهم كل يوم استغفار 1000 مرة وتسبيح 2000 مرة. أن تشرع هذا ربما لا يشعر به الإنسان، هذا ربما يقع في باب البدعة بسبب ذلك، لأنه يلزم الناس بشيء لم يلزمهم به الشرع. لكن أن ترغبهم في الذكر مطلقا 10، 20، 1000، 2000 ما يشاء، وكل يأخذ من الطاعة بحظ ونصيب على حسب حاله. الفائدة الثالثة: عظم حب الصالحين لربهم، أو شدة حب الصالحين لربهم جل وعلا، وحرصهم على طاعته، فإذا فاتهم شيء من الطاعة عوضوها وحصلوها في وقت آخر. شدة حب الصالحين لربهم، شوف المؤمن الصالح الطائع لله سبحانه وتعالى لما يفوته شيء من الخير لا يهمله ولا يغفل عنه ولا يتركه، بل يحاول أن يعوضه وأن يأتي به في وقت آخر. هذا دليل على شدة المحبة لله سبحانه وتعالى. والمحبة تزداد بالطاعات. خلينا عمليين بقى، ما نبقاش بنضحك على نفسنا، اللي هو بيشتكي لك من المعاصي وكل ما أعمل حاجة مش عارف كذا وكل شوية أقع في أنت محتاج تزود عبادة، محتاج تزود طاعة، لأن هذا يزيدك حبا لله، وهذا يعينك عليه كثرة تذكر الآخرة، تسمع عن الموت، عن الجنة، عن القبر، عن النار، عن يوم القيامة، بإيه؟ بالاتزان، ما تغلبش جانب على جانب دوما، حتى لا يحصل عندك يأس أو قنوط أو أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، بل وازن بين الخوف والرجاء والحب وسائر العبادات. هذا يحملك إلى الله سبحانه وتعالى ويجعلك حريصا على الخير مسارعا إلى الطاعة. الإنسان لما يبقى على طول الآخرة في ذهنه وفي ذاكرته يدفعه ذلك لفعل الطاعة. لا ممكن أموت النهاردة، الساعة دي، طب بكرة، طب بعده، فأخذ بالك، طب القبر بتاعي هلاقي فيه إيه، طيب يوم القيامة، طب الكتاب كيف سأخذه، بيميني أم بشمالي. تذكر الآخرة يدفع الإنسان للاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الطاعة. الفائدة التي بعد ذلك: أن قراءة الليل والطاعة التي تكون بالليل أفضل وأكثر وأعظم أجرا من طاعات النهار. التلاوة بالليل أعظم أجرا من التلاوة بإيه؟ ركز معايا بالنهار. ليه؟ فين في الحديث؟
إيه الدليل في الحديث؟ لأنه قال كتب له كأنما قرأه من الليل. لو ما كانش القراءة بالليل أفضل، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال ده هياخد ثواب أكنه قرأ بالليل. لو كانوا الاثنين واحد خلاص ما لهاش مزية. لكن هو بيقول لنا هنا اللي فات الطاعة بتاعته بتاعت بالليل، سواء كانت صلاة أو تلاوة قرآن، فعوضها بالنهار ما بين الفجر والظهر هيتكتب له الثواب أكنه فعلها بالليل. يبقى ده دليل على أن فعلها بالليل أعظم أجرا من فعلها إيه؟ بالنهار. يبقى أن القراءة والصلاة بالليل أفضل من مثلها نهارا. إذ من قضى ما فاته نهارا كتب له كأنه قرأه من الليل. إذن طاعة الليل أفضل. ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، المحافظة على النوافل النهارية أم الاجتهاد في قيام الليل، لو يصلي 12 ركعة بتوع النهار أو يصلي الضحى مثلا، أم يصلي قيام الليل. محل خلاف بين أهل العلم، هذا له حجته وهذا له حجته. طيب كتب له من نمى عن حزبه وعن شيء منه فقرأه. قرأه هذه هل قرأه في الصلاة أم قرأه من غير صلاة أم كلاهما؟ كلاهما. المعنى أو لفظ الحديث يحتمل هذا وذاك. يعني إنسان له جزء من القرآن يقرأه كل يوم بالليل، فنام ليلة، فلك أن تقرأ ذلك في هذا الوقت بعد صلاة الفجر لحد صلاة الظهر. طب هو بيصلي قيام ليل، ففي ليلة نام راح عليه نومة، فلين هو يصلي ما بين الفجر إلى الإيه أيضا إلى الظهر حتى يكتب له نفس الثواب كأنه صلاه أو قرأه من الليل. إذن يصلي بورده صلاة الضحى أو يقرأ ما فاته من تلاوة أو قراءة كانت عليه في الليل، يفعل هذا أو ذاك، كلاهما يجزئ بإذن الله تعالى. من نام عن حزبه أو عن شيء منه، قد ينام الإنسان عن الحزب كله وقد يأتي ببعضه ثم يتعب أو يكسل فينام فيبقى عليه جزء من الحزب، فله أن يأتي بذلك في الوقت الآخر الذي هو متاح للتعويض. فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طيب هنا لو كان يريد الصلاة فليس له أن يصلي بعد الفجر مباشرة، لأن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، لأن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة. ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو قدر رمح، يعني بعد الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة، ثم يصلي ما بدله إلى ما قبل الظهر بدقائق، ثلاث دقائق أربع دقائق، مقدار ركعة كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله. فهذا وقت أيضا نهي عن الصلاة، والنهي للتحريم على الراجح، يعني قبل صلاة الظهر بثلاث دقائق أربع دقائق اللي هو ما يسع لركعة، فهذا يمتنع الإنسان عن الصلاة في وقت تعامد الشمس في كبد السماء، فهذا وقت تسجر فيه النار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. الفائدة الأخيرة، تفقد أورادك يا عبد الله، فهي من أعظم أسباب الثبات على الطريق. تفقد أورادك يا عبد الله، فهي من أعظم أسباب الثبات على الطريق. بعض الناس لا يجتهد في العبادة إلا إذا كان في الزمان الفاضل أو المكان الفاضل كرمضان أو مكة والمدينة، تلاقيه يعني ينتبه للقرآن فيقرأ ورده، وينتبه لصلاة الليل فيصلي. وسبحان الله، مكة والمدينة لها صفات عجيبة وميزات ليست لغيرها. يعني تلاقي الناس مثلا الساعة 2 بالليل رايحين الحرم، سواء المكي أو النبوي، الساعة 2 بالليل. ممكن تلاقيه في مصر بينام عن صلاة الفجر، هو رايح 2 بالليل ليه؟ تخيل، عشان ينافس على الصف الأول أو الصف الأول ويصلي قيام. يعني عجب، يعني مكان فعلا سبحان الله، نسأل الله ليحرمنا من الخير وأن يداوم لنا ويتابع لنا بين الحج والعمرة، نعمة كبيرة جدا، وهذا خير بلا شك. لكن نقول له أحب العمل إلى الله الفرائض، كما في الحديث الصحيح ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنك وإن اجتهدت هناك أو في رمضان في النوافل فحري بك أن تحافظ على الفرائض حتى وإن لم تفعل شيئا من النوافل. لو أتيت بالفرائض على حالها واجتهدت فيها والمحافظة عليها وفي إتمامها وتكميلها فهذا خير كبير، كما كان بعضهم يقول، أظن ابن المسيب، من صلى الصلوات الخمس أو من حافظ على الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر عبادة.
حافظ بس على صلاة الخمس، تفقد أنت صلاتك وصلاة الفجر في وقتها ونحو ذلك. ثم بعد الفرائض، بعد الفرائض اجعل لك شيئا من النوافل، ركعتين ضحى، ركعتين راغبة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعديها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين قيام الليل، ما يتيسر. وابدأ ذلك بالتدريج، مش لازم تجيب كل حاجة على بعض ومرة واحدة عشان ما تيأسش وتنقطع، لكن ابدأ ذلك بالتدريج. لذلك نقول الأوراد من أسباب الثبات. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب وهذا الفصل، والترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح، وكذلك إذا فات الإنسان شيء من ورده فله أن يعوضه بالنهار. ونبدأ الأسبوع القادم في فصل جديد بإذن الله تحت عنوان الترغيب في صلاة الضحى، وهل من السنة المداومة عليها أم تفعل أحيانا وتترك أحيانا أم تفعل لسبب، وهل لها وقت معين تؤدى فيه، وكم عدد ركعاتها. هذا ما نذكره بالتفصيل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.